الأمريكي دونالد ترامب توعد كوريا الشمالية بالنار والغضب في حال استمرت في تهديد الولايات المتحدة بتطوير ترسانتها النووية. ترامب قال إنه من الأفضل لبيونغ يانغ ألا تطلق مزيداً من التهديدات ضد واشنطن، مؤكداً أن بلاده سترد بشكل لم يعرفه العالم سابقاً. وسائل إعلام أمريكية أعلنت الثلاثاء نجاح كوريا الشمالية في إنتاج رأس نووي مصغر يمكن وضعه داخل صواريخها الباليستية بعيدة المدى. التجربة النووية الأخيرة يعتبرها مراقبون قفزة نحو اكتمال قوة بيونغ يانغ النووية. توترات عدة بين البلدين أصبحت أشد حدة من ذي قبل، تجعل الجميع ينتظر ما تسفر عنه الأيام المقبلة.